يا رب يا اخويا بقى تبقى راضي عني ونايم مرتاح. الحمد لله ولادنا كلهم يا اخويا زي الفل، هي بس البت نجوى طالعه كده مصلحبيه وعايقه حبتين، بس ما تقلقش صيناك وصينا اسمك واسم اخوها. حمزه بقى ده حاجه تانية، بسم الله ما شاء الله عليه زي الورد. طب وانا مش مهم مين بيحبك ومين بيكرهك، ومش مهم مين غلط فيك زمان. انا مش عايزك في بيتي بعد النهارده. المهم مصلحتك فين دلوقتي؟ الدنيا دي مقسومه نصين، نص بيعمل اللي هو عايزه ومحدش بيحاسبه ولا بيكلمه. في ايه يا باشا؟ ابني ماشي زي الفل. يبقى ما تعرفيش عن ابنك حاجه. والنص التاني اللي زي حالاتي بيتحبس على قهوه نسابه. هاتوه! يا ابني انت مش على حال شعرها. ماشي يا عيال، ماشي ملبوس. دي ماشيه ملبوس يا عم. الولد باشا فقط وحصريا على CBC في رمضان.